الكتاب اللي هينطلق إن شاء الله في 23 يناير 2019. هيتم افتتاح أرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس، هيبقى فيه اتوبيسات قوات مسلحة وهيئة النقل العام لنقل الناس من وإلى المعرض. حضراتكم عارفين إن أرض المعارض كان طول عمرها في مدينة نصر، بس بسبب الزحام وتطور الحياة تم نقل المعرض للتجمع الخامس، وإن شاء الله المرة دي يعملوا حساب الأمطار في المعرض. المعرض بيجي في شهر يناير، وشهر يناير الأمطار فيه كتير قوي، فأتمنى إن نعمل حساب الأمطار السنة دي. آخر أخبارنا النهاردة عن المنتج والمسرحي